في نسخته العاشرة حضور قوي لإم تي في في جوائز مهرجان الفضائيات العربية بالقاهرة، حيث فازت إم تي في بجائزة أفضل محطة لبنانية لعام 2019، واستلم الجائزة باسمها الإعلامي طوني بارود بحضور نجوم الفن والإعلام المصري والعربي، كما فاز الإعلامي محمد قيس بجائزة التميز كأفضل مذيع لبناني شاب. سعيد جدا أنه اليوم شاشتي والمحطة اللي انطلقت منها لقدي واصلة لقدي منتشرة عربيا، واليوم جائزة التميز الإعلامي إلى فضل فيها الام تي في أكيد، وكل مين ساهم بإنجاح أي برنامج أنا قمت فيه وقدمته عبر شاشة الام تي في أو خارج الام تي في. التكريم هو عن مجمل المسيرة، مسيرة أنا بنظري بعدها متواضعة جدا، رغم أنه صليت تقريبا 13 سنة نوعت بنوعية البرامج، هذا الشيء لفتهم بين برامج حوارية برامج إنسانية كتير كانت إلى أهمية في هذا المهرجان. أما الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان بترويجه الدائم بأنه الفنان رقم واحد في مصر، فقد تلقى صدمة عدم الفوز بأي من جوائز النقاد لتكرمه إدارة المهرجان بجائزة الجمهور عبر التصويت الإلكتروني. أنا بتهاجم من قبل أي شيء، من زمان، من أيام عبده موته ومن قبل، فأنا متعود على ده والحمد لله مكمل، وأنا بشوف أن الهجوم هو ضريبة من ضرائب النجاح. مهرجان الفضائيات العربية هذا العام شهد سيطرة لبنانية واضحة بفوز الفنانة نادين نجيم بجائزة أفضل ممثلة عربية عن بطولة مسلسل 5.5 الذي عرض على شاشة ام تي في في الموسم الرمضاني الماضي، كما حصد الفنان رامي عياش جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2019. رامي وفي كلمته دعا حضور المهرجان لدقيقة صمت تكريما لروح صانع النجوم المخرج الراحل سيمون أسمر. هشام مهران، ام تي في، القاهرة.